السلام عليكم يا شباب. معنا اخر عضلتين في الجزء اللي احنا هنا بنتكلم فيه ده. اول عضله منهم اسمها الكوادريسبس. بسم الله. كوادريسبس، ومنها في الثايف بنسميها كوادريسبس فيمنس. قلنا سبس يعني رؤوس قبل كده، خدنا قبل كده البايسبس والترايسبس في الكياي. فعندنا الكوادريسبس يعني عضلة with four heads، يبقى احنا عندنا أربعة أوريجين، أربع مناطق تخرج منهم العضلة دي. بص معايا كده، الأربعة heads بتوعها أول head فيهم، كل head لها اسم، اسمها ريكتس فيموريز. ريكتس يعني مستقيمة، وفيموريز يبقى لها علاقة بالفيمر. ثلاث عضلات أو الثلاثة هيدز التانيين بيبدأوا بكلمة فاستس. فاستس يعني جزء من العضلة، واحدة ميديال يبقى فاستس ميدياليز، واحدة لاترال يبقى فاستس لاتوراليز، واحدة في النص يبقى اسمها انتر ميديوس. دول الاربع اجزاء او الاربع هيدز اللي المفروض هتخرج منهم العضله بتاعتنا. تعالوا نتكلم على الريكتس فيمورس خارجه منين الاول. بص معايا كده الرسمه اللي هرسمها دي، وعندنا دي الباتيلا. هتخرج منين بقى الريكتس فيموريز؟ قالك والله الريكتس فيموريز لها تو هيدز في حد ذاتها، يعني خارجه من منطقتين. هيد بنسميها الستريت هيد، الستريت هيد، وهيد التانية اسمها الريفليكتد هيد، يعني الهيد المقلوب. الستريت هيد يعني ماشيه مستقيمه، محدش بيجادل. خارجه منين؟ خارجه من الانتيريور انفيريور اليك سباين، المنطقه اللي حددتها دي انتيريور انفيريور اليك سباين. طب بالنسبه للريفلكتد هيد خارجه منين؟ قال لي ده اسمه الاسيتابيلوم، صح؟ في فوق جروف اهو اللي انا بحدده ده كده. الريفلكتد هيد خارجه من الجروف اباف الاسيتابيلوم زي ما انا راسمها كده. بص التو هيدز هيتحطوا مع بعض بالشكل ده كده، هي العضلة بتاعتنا اللي اسمها اريكتس فيمورس. اول هيد الستريت هيد خارجه منين؟ خارجه من الانتيريور انفيريور الياك سباين. طب الريفلكتد هيد خارجه من الجروف اباف الاسيتابيلا، دي اول حاجه. طبعا هنعرف بعد كده ان كل العضلات بتيجي تدي للابر بارت بتاع الباتيلا، بس تعالوا نشوف الثلاثه هيدز التانيين فاسس ميدياليز لاتراليز وانترميديس. بصوا كده نرسم لهم رسم خاصة بهم. أنا هرسم الفيمر من الأنتيريور سيرفيس ومن البوستيريور سيرفيس بتوعهم. ركز معايا كده، نجيب الفيمر من البوستيريور سيرفيس بتاعها،
كنت بقول على البوستيريور سيرفس، انا عاوز اودي اوري حاجات معينه كده على البوستيريور سيرفس. كنت بقول في لاين هنا في الميدل بارت اسمه لينيا اسبرا، بيدي سبايرال لاين طالع ناحيه الليسر تروكانتر، جلوتيال تيو بروستي ماشي ناحيه الجريتر تروكانتر، لاترال سوبرا كوندايلر ريدج، ميديال سوبرا كوندايلر ريدج. ده اللي انا محتاجه عشان اقدر ان نتكلم في الاوريجين والانسيرشن بتاع الاطراف بتاعتنا الثلاثه، باستاي وباستس ميدياليز ولاتراليز وانترميديس. اللي انا برسمه ده الباتيلا. تعالوا بقى بص معايا كده نشوف كل جزء من الباتيلا هيمشي ازاي. تعالوا ناخد اول حاجه الباستس ميدياليز. ميدياليز يبقى واخد الميديال ساين. فاكرين كنا بنقول على اللاين ده كده انتر تروكانتر كلاين، بتاخد ايه؟ بتاخد اللور بارت اوف انتر تروكانتر كلاين، الجزء اللي انا بظلله ده كده. تكمل عدت على ايه؟ على الليسر تروكانتر. بص ان الليسر تروكانتر ده المفروض هنلف على البوستيرو سيرفيس، هتلف مع مع الليسر تروكانتر تلاقيها وصلت هنا. خدت منين؟ خدت من السبايرال لاين. بعد كده تمشي على اللينيا اسبرا، ماشي على الميديال سايد بتاع اللينيا اسبرا، فبيقولوا ان هي ماشيه على الميديال، على الميديال ليب اوف لينيا اسبرا. طيب بعد ما تاخد من الميديال ليب بتاعت اللينيا اسبرا، قالك دي هتيجي تاخد من الميديال سوبرا كوندايلر ريدج. بص كده عدت على اربع مناطق، اللور بارت اوف انتر تروكانتريك لاين، لفت ورا خدت مع اللينيا مع الـ مع السبايرال ليجام مع السبايرال لاين، بعد كده مشيت مع الميديال ليب اوف اللينيا اسبرا، وكده مع السوبرا كوندايلر ريدج، الميديال سوبرا كوندايلر ريدج. يبقى كده احنا خدنا اربع حاجات. دي ايه؟ دي الفاستاس ميدياليز. طيب الفاستاس لاتيراليز هتيجي على العكس على اللاترال سايد. بص يا سيدي احنا قلنا دي خارجه الفاستاس ميدياليز، كانت خارجه من اللور بارت اوف انتر تروكانتر كلاين. طيب بالنسبه للفاستاس لاتيراليز لا، دي هتخرج من الابر بارت اوف انتر تروكانتر كلاين بالشكل ده كده. دي اول جزء. الجزء الثاني هتمشي مع الروت اوف الجريتر تروكانتر، الحته اللي هو خارج منها، الجزء اللي تحت ده بنسميه الروت اوف جريتر تروكانتر. مشيت مع الروت اوف جريتر تروكانتر ظهرت هنا، هتمشي وتاخد من اللاترال سيرفيس او اللاترال بارت بتاع الجلوتيال تيوبروستي. التيوبروستي دي اسمها الجلوتيال تيوبروستي، ادي واحد خارج من الابر بارت اوف جريتر تروكانتر، ابر بارت اوف انتر تروكانتر كلاين سوري، الروت بتاع الجريتر تروكانتر، اللاترال سيرفيس بتاع الجلوتيال تيوبروستي. تكمل تلاقيها واخده من اللاترال ليب اوف لينيا اسبرا وتقف كده. يبقى احنا كده تعالوا نتكلم على الاوريجن بتاع الفاستس ميدياليس، خارجه من اربع مناطق. اول منطقه اللور بارت اوف انتر تروكانتريك لاين، تاني منطقه السبايرال لاين، تالت جزء الميديال ليب اوف لينيا اسبرا، رابع منطقه الميديال سوبرا كوندايلر ريدج. طيب بالنسبه للعضله الثانيه اللي اسمها الفاستس لاتيراليز تخرج من ايه؟ اول جزء الابر بارت بانتر تروكانتر كلاين، تاني بارت من الروت بتاع الجريتر تروكانتر، تالي بارت من اللاترال سيرفيس بتاع الجلوتيال تيوبروستي. ده تالي بارت، واحد اثنين ثلاثة. الجزء الرابع من اللاترال ليب اوف لينيا اسبرا، لاحظوا ان هي ما وصلتش انها تاخد من اللاترال سوبرا كوندايلر ريدج. فاضل الفاستس انترميديس. بص كده الاوريجن بتاعها سهل جدا، مفيش فيه طول خالص. بص ده الاوريجن بتاعها فاستس انترميديس، طلع من الابر 3 اوفر 4 من الابر 3 ارباع اوف الانتيريور سيرفيس اوف ذا فيمر. تعالوا كده نشوف الانسرشن، احنا قلنا ان كلهم هيدوا الانسرشن بتاعهم في الاور بوردر بتاع الباتيلا بالشكل ده كده. دي العضله الاولى بتاعتنا اهي الفاستس انترميديس، ادت الانسرشن بتاعها خلاص كده، شكرا احنا مش محتاجين منها. بعد كده يجي عند الفاستس ميدياليز والفاستس لاتيراليز. فاستس لاتيراليز
الفاستس ميديالس. لو عاوزين نجيبهم من ورا هيمشوا بالشكل ده كده. فاستس لاتيراليس والفاستس ميديالس. تعالوا بقى كده نشوف شكل العضلة بتاعتنا المفروض تبقى عاملة ازاي. دي العضلة اللي اسمها الكوادريسبس فيمورس، أربعة هيدز. أول هيد فيها اسمها ريكتس فيمورس، طلع بتو هيدز ستريت هيد طلع من الانتيريور انفيريور إليك سباين، ريفليكتد هيد طلع من الجروف أبوف الأسيتابيلا. شيل دي هيظهر عندي فاستس انترميديس في النص، فاستس لاتيراليس لاترال، فاستس ميدياليس ميديال. فاستس انترميديس عرفنا انها طالعه من الابر 3 اوفر 4 من الانتيريور سيرفيس اوف شافت اوف ذا فيمر. فاستس ميدياليس طالعه منين؟ طالعه من اللور بارت اوف انتر تروكانتريك لاين سبايرال لاين ميديال ليب اوف لينيا اسبرا الميديال سوبراكوندايلر ريدج. فاستس لاتيراليس طالعه منين؟ فاستس لاتيراليس طالعه من الابر بارت اوف انتر تروكانتريك لاين الروت بتاع الجريتر تيوبروستي الجريتر تروكانتر سوري اللاترال بوردر بتاع الجلوتيال تيوبروستي اللاترال ليب اوف لينيا اسبرا. انسرشن بتاعهم كلهم بيدوا انسرشن في الابر بارت اوف الباتيلا. طب بالنسبه للباتيلا هتدي انسرشن فين؟ يعني هم هيحركوا الباتيلا. طيب الباتيلا لازم تكون ماسكه في حاجه. قال لك والله ان الباتيلا في البيز بتاعتها بيطلع منها ليجامنت اسمه ليجامنتوم باتيلي. بص كده الباتيلا لها بيز فوق ولها ايبكس تحت. الايبكس دي هيطلع منها ليجامنت اسمه ليجامنتوم باتيلي هيمسك في تيوبروستي كنت انا حددتها قبل كده اسمها التيبيال تيوبروستي هيمسكها بالشكل ده كده. يبقى كل الهيدز بتاعت الكوادريسبس فيموريز بتمسك في الابر بورد اوف ذا باتيلي ومن الايبكس اوف ذا باتيلا بيطلع منها تندون او ليجامنت اسمه ليجامنتوم باتيلي عشان يمسك فيه التيبيال تيوبروستي. طيب بالنسبه للنيرف سبلاي بتاع المسلز دي قال لك كل هيد منهم كل هيد من الهيدز تاخد نيرف خاص بها خرايح من الفيمورال نيرف. يعني الفيمورال نيرف وهو ماشي بيدي لكل هيد نيرف خاص بها ما بيديش نيرف واحد يروح للعضله كلها، لا كل هيد بيديها نيرف خاص ومنفصل لها. طيب بالنسبه للاكشن بتاعهم بص يا سيدي اول حاجه ان العضله الطويله اللي عندنا دي اللي اسمها الكوادري اللي اسمها ريكتس فيمورس جزء الريكتس فيمورس ده مش هو بيعدي اصلا على المنطقه بتاعت الهيب جوينت، فقال لك والله ان في الجزء ده ممكن يعمل فليكشن للهيب جوينت مفيش مشكله. طيب بالنسبه للمين اكشن بتاعهم العضلات كلها بتعدي قدام الني جوينت، فلما يشدوا الني من قدام يعمل اكستنشن للني. انتوا عارفين ان الني طبعا بص كده دي اللور اند اوف الفيمر الابر اند اوف تيبيا. انتوا عارفين الفليكشن اوف ذا ني باكورد والاكستنشن بتاعها فورورد، يعني قدام كده يبقى اكستنشن ورا يبقى فليكشن صح. هما لما يشدوا الني من قدام يعملوا اكستنشن للني وده المين اكشن. المين موسل اللي بتعمل اكستنشن للني جوينت هي العضله اللي قدامنا دي الكوادريسبس فيمورس. طيب تعالوا كده نشوف عضله بسيطه وعضله صغيره عشان يبقى احنا خلصنا تقريبا كل المسلز اللي موجوده عندنا في الانتيريور كومبارتمنت. عضله اسمها ارتيكولار جينيو. قبل ما اتكلم عن العضله اللي اسمها ارتيكولاريس جينيو دي عايز ارسم حاجه بسيطه كده. بصوا يا جماعه دي اللور اند اوف فيمر ودي الابر اند بتاعت التبي في حاله الفليكشن وارسمهم تاني هنا في حاله الاكستنشن.
طبعا انتوا عارفين ان لو رسمت حاجه قدام هنا هيبقى دي ايه؟ دي الباتيلا. كل جوينت بيبقى محاط بسينوفيال شيز بنسميه سينوفيال ميمبرين. يعني مثلا السينوفيال ميمبرين ده مش في حاله الاكستنشن المفروض ان هو يمتد ويحصل له ستريتش عشان يقدر يعمل لي حاله الفليكشن دي كده، لما العظمتين دول يقربوا من بعض لازم السينوفيال ميمبرين اللي قدام ده كده يحصل له اكستنشن ويتفرد. طيب لما يحصل فليكشن انا خايف ان السينوفيال ميمبرين اللي كان ماسك في المنطقه دي كده ينزل ويتحشر ما بين البون ما بين العظمتين دول في حاله الاكستنشن. طب انا اعمل ايه؟ فربنا يخلق عضله تمسك السينوفيال ميمبرين ده كده وترفعه لفوق بهذا الشكل upward and anteriorly، وتمنع اللاكستي بتاعته ان هو ينزل وينحشر ويبقى موجود انترفيرتد ما بين البون بهذا الشكل. العضلة دي اسمها الارتيكولاريس جينيو. دي العضلة بتاعتنا. طلع منين الارتيكولاريس جينيو كأوريجين؟ طلع من اللور 1 اوفر 4 من الانتيريور سيرفيس بتاع الفيمر. اسمها ايه العضلة؟ ارتيكولاريس جينيو. بالنسبة للانسرشن بتاعها، تدي الانسرشن بتاعها في الابر بوردر او في الابر بارت من السينوفيال ميمبرين بتاع الني جوينت. سيب النيرف سبلاي بتاعها دلوقتي، الاكشن بتاعها بتسحب السينوفيال ميمبرين ده عشان ما يحصلوش انترفينشن ما بين البون اثناء الفليكشن. بول السينوفيال ميمبرين اوف ذا ني ابورد اند فورورد اثناء الاكستنشن عشان تمنع انه يحصل له انترفينشن او ترابنج ما بين البوني بورد. طيب بالنسبه للنيرف سبلاي، بصوا يا جماعه كده لو رسمت العضله عايز حد يعني يحاول يفكر كده ايه العضله اللي انا هرسمها دي. العضله اللي احنا لسه قايلين عليها الكوادريسيبس فيمورس. طيب الكوادريسيبس فيمورس كان لها مالتيبل هيدز، الهيد اللي تعتبر في المنتصف وديب هي ايه؟ الفاستس انترميديس، وهوريكم شكلها دلوقتي. قال لك النيرف اللي هو الفيمورال نيرف وهو بيدي الفاستس انترميديس، النيرف ده نفسه بيراجع مدي للارتيكولار جينيو من ورا. يبقى النيرف سبلاي بتاع الارتيكولار جينيو النيرف اللي رايح للفاستس انترميديس. بصوا كده، انا لو حبيت ان انا اشوف المصل بتاعت الانتيريور كومبارتمنت شكلها عامل ازاي؟ بصوا كده، ايه وضع المصل بتاعت الانتيريور كومبارتمنت؟ عضله، انا كده خدت مقطع في نص الثاي، عضله لازقه على البون بهذا الشكل. لو قلنا ان ده ميديال وده لاترال سايد يبقى دي فاستس لاتوراليز، دي فاستس ميدياليز، دي فاستس سوري دي فاستس انتر ميدياس، واللي قدامهم الطويلة دي اللي كانت قدام خالص الريكتس فيموريس. طب بالنسبة للعضلة الطويلة اللي كانت على الجنب، لو حد فاكر يعني حد فاكر كانت ايه العضلة الطويلة اللي على الجنب دي؟ هي العضلة الطويلة دي الستراب لايك ماسل اللي احنا كنا بنسميها السارتوريس. تعالوا كده نشوف شكلهم كده في الأطلس عندنا. بسم الله، كل العضلات بتاعت الأنتيريور كومبارتمنت قدامنا اهي. تعالوا نمسكهم عضلة عضلة. في عضلتين جايين من فوق، دي ودي. العضلة دي اللي خارجة من الإلياك فوسة دي كده الإلياكس مصل رايحة للليسر تروكانتر، معاها تندون كومان تندون مع الصوص ميجور مصل. شايفين الفاشية دي؟ هي دي الفاشية اللي انا كنت بقول لكم بتعمل ارشنج حوالين اللامبر فيزلز وبتخرج منها الصوص ميجور ككومان اوريجين. اهو دي الفاشية اللي انا كنت بتكلم عنها. بص بقى، عندي عضلة
strap like muscle طويلة كده sartorius muscle. كويس، بصوا العضلة اللي لها ادا راس ظهرة اتنين تلاتة والرابعة ديب، دي الكوادريسبس، دي ريكتس فيموريس، فاستس ميدياليز، فاستس لاتيراليز. طبعا هقطع الكوادريسبس دي عشان اشوف الفاستس انترميديس. بصوا الصورة اللي جنبها كده، انا دلوقتي قطعت الريكتس فيموريس، ظهرت تحتها العضلة اللي قدامي دي كده الفاستس انترميديس، وجنبها الفاستس ميدياليز والفاستس لاتيراليز. بكده يبقى احنا خلصنا الجزء اللي كان مطلوب مننا في الانتيريور كومبارتمنت. اشوفكم بخير، سلام عليكم.